العافيه يا خال. الله يعافيك يا خال، اهلا وسهلا، تفضل. ليش البطيخ؟ والله فيش بطيخ يا عمي، صحه وعافيه حبيبي، صحه وعافيه. مش يا عمي مش صحه وعافيه. ليش مش بطيخ؟ والله يا عمي مش موسم البطيخ، خير والله موجود خضره وفواكه، مش موسمه. بس دير بالك حبيبي، توكل على البسطه من الصبح مرتب فيها، الله يرضى عليك. لا اله الا الله يا حاج، توكل على البسطه. لا لحد هون بكفي، اكلت البسطه كلها بهمش، دبيت البسطه ولعنت ابوها كلها بهمش، اما انك تاكل الخياره ومش كلها وما ترميها في مكان مخصص، لحد هون وقف يا عمي. اي شو عمل هو؟ رماها على طاس زباله. اولا يا حاج، هذا ما رماها على طاس زباله، رماها على الارض. ثانيا يا حاج، هذا مش طاس زباله، هذا مكان مخصص بحط فيه احنا الخضره الزايده اللي فيش منها فايده، بنوديها على النابي عشان نحولها لسماد عضوي، صماد عضوي للبطيخ اللي سطلتني فيه من الصبح، صماد عضوي عشان طول الخيار اللي اكله ابنك. صحتك العافيه.